ما شاء الله كانت بطولة ممتازة ورائعة في مدينة طبرق، ومقيمين بها الأستاذ مهدي العول، طبعا مشرف على البطولة هو رئيس اتحاد طبرق، وطبعا ما شاء الله يعني من جميع مناطق المنطقة الشرقية مشتركون بالرياضيين الممتازين، ومنها مدينة بنغازي ومدينة البيضاء ومدينة جدابية، وما شاء الله يعني اغلب المدن يعني مشاركات، وكانت بطوله ممتازه ورائعه، وما شاء الله يعني جواز كويسه وممتازه يعني.